سويت لكم شير سكرين، ظهرت عندكم. هنا عدنا هاي الشخصيات ل3D للفواكه كأنها كارتون بشخصيات مختلفة، الأنجري، الهابي، الفضولي. تمام. اللي ما حاب يفتح السبيكر ويحكي يقدر يكتب لنا بالرسائل. واللي عنده سؤال اكيد طبقت المحاضرة اللي فاتت، واللي ما لحق لانه مو الكل كانوا منصبين البرنامج، الملحق يطبق ان شاء الله اليوم يلحق. اليوم ما راح امشي كلش هواي بالمادة حتى تلحقون، تصير عندكم محاضرتين. المفهم شيء من المحاضرة اللي فاتت اقدر اعيد الهيا اليوم، فبس قولوا لي. تفضلي دعاء. تمام، خلينا نبلش. بس اكتبوا لي اذا الشاشة واضحة عندكم، شير سكرين واضح. اي واضح واضح. تمام. راح نفتح فايل جديد، نيو بروجكت، على مود ابلش نصمم. بالمحاضرة اللي فاتت اخذنا تولز اثنين اللي هم يضيفوا لي حجم لل 2D figures. يعني عندي شكل ثنائي الابعاد اريد اضيف له حجم عن طريق هذه التولز اللي هي القاها هنا، الاكسترود، الليف، اللوفت والسويب. اخذنا الاكسترود واخذنا السويب، بقى عندنا الليف واللوفت. هسه راح ناخذ اللوفت. انتوا تشوفون هسه مالتها الايقونه شنو؟ كانما شكل مزهريه. سوري، اللوفت راح نبلش باللوفت. تشوفوها كانما خيمه، اوكي؟ شنو فكرتها؟ فكرتها مثلا عندي اشكال وخل اتخيل قطعه قماش وادبها عليها، شنو راح يتكون عندكم؟ راح يتكون عندكم الاشكال داخل القماش راح تبرز، بس القماش مغطيها بالكامل، مغطيها حجم. ممكن بالحكي هسه ما مفهومه، بس من راح نطبقها راح تفهموها. على مود ابينها راح اجيب فيجرز من ال 2D اللي هي القاها هنا بهذا شكل القلم. راح اخذ سيركل، نزلت عندي هذه السيركل. اريد سيركل ثانيه، اقدر اروح اجيبها مره ثانيه بس اقدر استنسخها للسهوله. شلون راح استنسخها؟ مثل ما قلنا بالمحاضره السابقه، راح اضغط على الكنترول بريس اند هولد بصوره مستمره واجي بالمكان اللي اريدها تستنسخ له. انا هسه اريدها تروح باتجاه الزيت، فراح اجي كنترول بريس اند هولد واجي اوقف على الاكسس الزيت واسحبها باتجاه المحور. صارت عندي دائره ثانيه استنسختها عن طريق الكنترول. كنترول اقدر استنسخ عن طريقه اسوي كوبي. هسه هذه الدائره مثلا مالتي اقدر اصغرها شويه. هسه الرؤية مالتي مثلا مو كلش واضحة، أريد أدورها الرؤية حتى أشوف الدوائر من الأمام. شلون راح أقدر أدورها؟ عن طريق هنا أنا عندي الروتيت، أضغط عليها ضغطة مستمرة بالماوس كليك وأخليها مقابيلي. زين، هسه أروح أجيب شكل ثاني اللي هو الإنسايدز، أضغط ضغطة مستمرة على هذا القلم راح تظهر لي الأشكال. أختار الإنسايدز اللي هو المضلع. دائما الاشكال تنزل لي وين؟ بنقطة الصفر. انا هسه المضلع مالتي اريد انقله هنا، راح اجي افعل الموف وانقله، الموف عن طريقه انقل الاشكال مالتي. نقلته. اجي اكبر حجمه مثلا شوية، شلون راح اكبره؟ عن طريق السكيل. كبرته. هسه انزل شكل رابع اللي هو الستار. ايضا نزلت بالصفر، نقطة الصفر اريد انقلها عن طريق الموف، اجيبها للنهاية.
على النظر دائما اصمم، نقول لي ست ايش قد الابعاد، ايش قد الحجم، على الشكل، التصميم على الشكل. من اريد اجي اطبع راح احدد القياسات ببرنامج خاص بالطابعه ال 3 دي. التصاميم الطابعه تاخذ الشكل من البرنامج التصميم، اما الابعاد والقياسات فهي بها برنامج خاص نحدد بها البعد وحسب حجم الطابعه. اجي اكبر النجمه ماتي عن طريق السكيل، اجي اريد الفيجرز ماتي كلها تكون بالوسط، فاجي احركها من هذه الاسهم. تمام. هسه الانسايدز ماتي ما اريده سداسي، اريده خماسي. شلون حسوي خماسي؟ اجي احدده. كل الفيجرات اللي نزلتها موجوده عندي على اليمين هنا، وكل معلوماتها القاها بالاسفل. هسه اذا اجي احدد الستار راح تطلع معلومات الستار بالاسفل، الانسايدز معلوماتها بالاسفل. اجي على الاوبجكت اريده السايدز مالته ايش قد؟ 6، انا اريدها 5 فامسح الستة واكتب 5، صارت عندي السايز 5. طبعا هنا عندي معلومات الاشكال البيسك اللي ما حستفاد منه اني، لان اسمه لونه اشياء اساسيه. الكوردينيت موقعها اللي هي نفسها هاي الجوال عندي، بس اقدر عن طريقها اسجل. شنو يعني اقدر عن طريقها اسجل؟ يعني اي فد تول او فد اوبشن عندي يما هذه الدائره، عرفوا انه هاي اقدر اسويها انيميشن، اقدر احركها، اقدر اسجل حركتها. مثلا ازيد اغير موقعها البوزيشن، هذا اول كولوم هو للبوزيشن، واسجل راح يتغير، راح تتسجل عندي هاي الحركه. ثاني كولوم هو للسايز الحجم، مثلا اريدها تكبر اصور انه تكبر، فاي شيء يما دائره اقدر اسوي له انيميشن. هاي بس كمعلومه، من راح نبدي نوصل لهذه الشغله ابدي اشوفكم اياها. هاي بس هيك كذا نطرق لها. هسه اني شغلي بالاوبجكت سويت السايدز مالتي 5. هسه اني عندي هاي الاربع اشكال اريد اضيف لهم حجم عن طريق اللوفت. شلون راح اضيف لهم الحجم؟ اجي على الخيارات اضغط ضغطه مطوله راح تطلع لي الخيارات، اجي اختار اللوفت. هسه هذول كلهم اريد ادخلهم داخل اللوفت. بالمحاضره اللي فاتت بالسويب قلنا كلش مهم التسلسل. هل باللوفت مو مهم التسلسل؟ لان ماكو فد شكل راح يركب فوق شكل ثاني، مجرد اللوفت راح يجي ويغطيهم كلهم على مود ينطيني حجم. فاجي احتاج شنو؟ احتاج انه احددهم كلهم وادخلهم باللوفت. شلون راح احددهم كلهم؟ اضغط على السيركل، اضغط شيفت حتى يبقى متحدد الشكل الثاني، واضغط على البعده. هسه صاروا عندي شكلين متحددين. ارجع اضغط على الشيفت باستمرار واضغط على البعدها الى ان يتحددون كلهم. اذا ما كنت ضاغطه على الشيفت ما راح احدد الشكل الثاني، راح يروح تحديد الشكل الاول، او اجي بهالطريقه احددهم كلهم. تمام. هسه اجي اشيلهم وادخلهم داخل اللوفت. دائما نتذكر انه السهم يكون للاسفل. اذا السهم كان موازات بال يعني افقي راح مجرد ينقل مكانهم. أنا أريد يدخل داخل التول، إذا السهم لازم يكون للأسفل. شوفوا شنو صار عندي هسه. اللوفت سوى لي حجم لهذه الأشكال. شنو البارز منها؟ هنا عندي سيركل، هنا السيركل الثانية، هنا الانشي، وهنا الستار. هسه هذا الشكل ما حلو. أجي أقدر شنو؟ أقدر أعدل عليه. أجي على أول سيركل أحددها، أجي أصغرها مثلاً للنهاية راح أسوي مقدارها صفر. أجي أبعدها شوية. شلون حبعدها؟ عن طريق الموف بعدتها. تمام. هسه أجي السيركل الثانية أبعدها شوية هيك مثلا، أصغر حجمها عن طريق السكيل. الانسايد أصغره كلش، أبقي مقدار قليل على النظر، لا تقولوا ليش قد ست. ابعدها شويه. هسه اروح على الستار. الستار السايدز مالتها هوايه اقدر اقللها. هنا بدنا نشوف البوينتس الحافات مالتها 8، اقدر اسويها 6 مثلا. انت مصمم كيفك، مو الا هسه من تطبقون سوون مثلي، جربوا. شنو التويست؟ التويست اللي هي زاويه الدوران مال النجمه. اذا ازيدها راح اشوف شلون الدور. اذا ارجعها صفر
راح ترجع طبيعية. الانر راديوس زايدة، إذا شوفوا شلون، إذا ما عجبني هالشي أرجع أندو. الأوتر راديوس أجي أزيد حتى أشوف شنو شغله، ليزيد الحافات مال النجمة أرجع أندو. هسا أجي النجمة مالتي كلش كبيرة نسبة للشكل اللي سويته، أصغرها عن طريق السكيل، أبعدها شوية أو أقربها، أجي على السيركل الأخيرة أبعدها، صار عندي ممكن أجي هاي الانسايد أقربها، هاي السيركل شوية، إذا هيك سويتها ممكن تكون شكل جزراية، ممكن كبيس شيب للجزراية عدل عليها وصار عندي جزراية، ممكن سوري أرجع عنده، ممكن صاروخ. تمام، تشوفون أنه هسا هذا اللوفت اللي هو مثل الغطاء شكله مو كلش انسيابي على الأشكال الداخلة. شلون أسوي انسيابي؟ أروح على اللوفت، عندي عدة خيارات، المش سبديفيجن، اليو والفي. أجي مثلا هاي المش سبديفيجن اللي هي تغطي بالفي، أسويها أزيدها مثلا لا على التعيين 43، شوفوا شنو حيصير عندي، انتبهوا عليها وشوفوا شلون حيصير شكلها، شوفوا شلون صار شكلها انسيابي. السب ديفيجن هو التقسيمات، عدد التقسيمات يعني ازيد المساحه مال اللوفت، ازيد عدد الخطوط مالته بحيث يناسب الشكل الاسفل، اقدر ازيد واقلل الى ان يصير عندي الشيب واضح. بس اشوف المسج اذا اكو استفسار. تمام، الكل وياي تطبقون، واضح شغل اللوفت. اسمعوني شباب، اعتذر طفت الكهرباء. اي واضح هسه الصوت، بس فصلت الشاشة، فصلت، اعتذر طفت الكهرباء. عادي عادي ماكو مشكلة. تمام، على راحتك. نسوي شير سكرين، بس احد يقول لي وين وصلت وياي حتى ارجع اكمل لكم من النقطة توقفت بيها. ست الشكل انسياب وصلنا تقسيم الأفضل. تمام، ما فاتكم شيء. تطبقون وياي، أحد عنده إشكال باللوفت؟ تمام، إذا الكل طبقوا وياي هسا رح نجي نشوف مثلا إذا أريد أجي أسوي قابل للتعديل، شلون أريد أعدل عن طريق التولز اللي حكينا عنها بالمحاضرة السابقة، اللي هي قلت أسوي إديتبل على مود أقدر أجي أعدله عن طريق الدوتس اللايز والفيسز. أول فقرة على مود أبدي أعدل شنو لازم أسوي؟ أضغط على هاي الأيقونة أو المختصر مالتها من الكيبورد هو السي. الشغلة لازم تعرفوها عن السينما 4D والحلوة به أنه كل الإعازات أو أغلبها بها مختصرات، فإذا تريدون تسرعون شغلكم أو تكون سلس تحفظون المختصرات، تقدرون تحفظوها طبعا بالممارسة، وهي كل إعاز مكتوب مختصرة يمه. هسه مثلا شورت كات مالتها مكتوبة أنه هي سي. هسا اجي مثلا اختار الدوتس، شوفوا شنو صار عندي، ظهرت عندي الدوتس. بس اذا تشوفون انه الدوتس كلش هوايه حيكون علي صعب التعديل عليها، او اختار اللاينز مثلا، تمام اللاينز اوكي مناسبه، بس اذا الدوتس كلش هوايه فشو اسوي على مود اقلل الدوتس؟ ارجع خطوه لورا وارجع السب ديفيجن مالتي اقلله، اسويه 20 مثلا، هنا 16 اسويها 8 مثلا،
واجي اسوي له سيف. شوفوا شلون قلت عندي النقاط اللي اقدر اعدل عليها. ارجع هاي بس كهيجي نستذكر من المحاضرة الفاتت. اذا هسه هذا عندي الشكل. اذا اريد اشوفه بالرندر الاوتبوت النهائي اضغط هنا وراح اشوفه. تمام. هسه اخذنا التول اللي هي اللوفت. راح انتقل للتول الثاني اللي هو الليف. انزل هذا مالتي لي جوا حتى ابدي اسوي الفيجر الثاني. اكو احد عنده اي اشكال بالتول اخذناه اللي هي اللوفت؟ لا ما في مشكله. تمام. راح ناخذ الليف. الليف شنو؟ الليف مثلا هم عندي 2D شكل 2D اريده يفتر حوالين نفسه ويسوي لي حجم. يعني الشكل ال 2D راح ينطيني الحدود الخارجيه مال الشكل اللي عنده حجم. هسه راح نفهمها من نبدي نطبق. راح اجيب من الاشكال مربع press and hold واجيب الريكتانجولر. اجي اغير ادور الفيو ماتي حتى يصير المربع مقابلي. اجي على خيارات الريكتانجولر ماتي الويث والهايت وراوندينج. الويث ماتي 400 حسويها 100 حتى اسوي مستطيل. تمام. اذا اريد حافاته مدوره راوندينج. انا ما اريد حافاته مدوره ارجعها محاده. هسه اروح اجيب دوائر ثلاثه. اجيب دائره واحده كلش كبيره راح اصغرها عن طريق السكيل. اضغط على الورك سبيس المساحه الفارغه واحرك باتجاه اليسار صغرت عندي. هسه صارت عندي حجمها مناسب. اجي انقلها عن طريق الموف خليتها هنا. هسه احتاج دائرتين بعد راح استنسخها. كنترول بريس اند هولد واجي باتجاه الواي حركتها للاعلى. احتاج دائرة ثانية للأسفل هم Control Press and Hold وأنزلها للأسفل. صارت عندي ثلاث دوائر نفس الحجم بنفس المكان واحدة أسفل اللوخ. هسه هذولا الأشكال مالتي أريدهم كلهم يكونون الحدود الخارجية للشكل مالتي. هسه إذا نتخيل الحدود الخارجية مال الشكل مالتي حتكون هاي. بما أنه نقول حدود خارجية إذا الداخل كله ما احتاجه، اللي راح يبين عندي بس الخارج. اول شغله لازم اسويها انه هذول كلهم اربطهم سوا بحيث يصيرون شكل واحد، تبقى اللاينات الخارجيه واللاينات الداخليه تنمسح. شلون حسوي هذا الشيء؟ اول شيء اجي احددهم كلهم. شلون احددهم كلهم؟ عن طريق الشيفت ابقى دايستها واحدد كل اجزاء اللي اريدها. سوري اكو خلل. ليصير خلل عندي فراح ارجع اسوي اندو اعيد شغلي. زين هسه عندي هذا الريكتانجولر راح انزل السيركل اصغرها انقلها كنترول بريس اند هولد واستنسخها. هسه اجي احدد شيفت حددت عندي كل الاشكال. هسه شلون راح ادمجهم كلهم بحيث يصير عندي الحدود الخارجيه موجوده وكل الحدود الداخليه المتقاطعه تختفي. اجي هم عن طريق هذا المكان اللي جبت منه اشكال ال 2D عندي هاي الخيارات. اختار سبلن يونيون مثل الايقونه ما تتوضح هو شغله. إذا حختارها شوف شنو صار عندي. صار عندي هذا الشكل. طبعا عرفت شنو الخلل إنه صاير editable بالغلط دايسين الدقمة مال editable فصار عندي الخلل. فإذا أرجع و أضغط على الفن وأسوي السبلن يونيون صارت عندي شنو؟ صار عندي الحدود الخارجية مال الشكل اللي أريده. تمام. اجي احدده كله عن طريق هذا المربع. هسه ادخله بالتول ماتي اللي هي الليف. منين اجيبها؟ نفس المكان اللي هي هاي.
شكل المزهرية. أجي أدخل الريكتانجولر داخل الليب، شوفوا شنو صار عندي، انطاني حجم الليب للريكتانجولر. شلون صار الحجم مالتي؟ الشكل اللي سويته دار حوالين نفسه 360 درجة وكمل لي الحجم. هسه أجي أتفرج عليه، شكله متشابه ومستوي من كل الجهات. هسه أجي على الليب وأشوف شنو عندي خيارات. عندي الأنجل 360 درجة. هسه إذا أجي أقلل الأنجل مالتي، شوفوا شنو حيصير، تتناقص الحجم مالتي إلى أن راح يصير يرجع مثل ما كان. أجي أشوف شنو صار عندي، شوفوا رجع شكل إلى زاوية صفر مالتي، رجع الشكل 2D. أجي أنطي حجم 180 راح يصير نصف، سوري الأنجل 180 راح يصير نصف، 360 راح ينطيني الحجم الكامل. شنو استفاد منها هاي التول؟ مثلا اريد اسوي بطن، هم اسوي الحدود الخارجيه مالته وانطي الليز راح يدور حوالين نفسه ويكون لي البطن. مثلا اجي اريد مثلا اعدل عليه، شلون راح اعدل عليه؟ اول شيء اقلل الدوره مالته، ارجعه اقلل نصف من الانجل، اقلل مثلا هيك، وارجع على الريكتانجولر وابدي اعدل، اختار الدوتس اصلا اديتبل فاقدر اعدل عليه، واجي اختار مثلا هاي النقطه اسحبها لبرا، سوري خلي اغير الفيو حتى نشوف شنو اللي صار عندي، اسحبها شوفوا شنو صار. اجي النقطه اللي بعدها اختارها ادخلها للداخل، هذه النقطة اخصرها، اجي اسوي الشكل اللي يعجبني. اقدر اسوي مثلا هذا المصراع اللي كنا نلعب به قبل، اقدر اسوي مزهرية، اقدر اسوي بطل، اللي ببالكم. مثلا طبعا لازم دائما انتبه من اطبق بالسينما 4D انه يكون تطبيقي حذر. هسه شوفوا طلعت لي انه الابلكيشن ايرور، لانه سويت فت حركه انه خارج نطاق البرنامج فخرجني من البرنامج. هسه اذا اريد ارجع شو اسوي؟ سوري ارجع افتح البرنامج من جديد وارجع اطبق، فلازم اكون كلش حذره ويا البرنامج مالتي. هسه كملنا الليف، اتمنى الكل طبقوها وياي سوا، لحقتوا ان شاء الله. نرجع نسوي شير سكرين، شباب بنات تسمعوني؟ ست نسمع بس صورة ما تمام. هسه اسوي شير، تمام الكل طبقه الليف. تمام هسه راح نكمل، خلصنا التولز اللي تنطيني حجم لل2D اللي هي اخذناها منه، اللي هو اولها الاكسترود، الليف، لوفت والسويب.
كلهم واضحات، سهلات مو صعبات، واستخدامهم سهل. هسه راح ننتقل لتولز ثانيه اللي هي تخص الاشكال المجسمه، اللي هي السيمتري والكونكتر والميتابول، اللي راح القاهم هنا. اضغط ضغطه مطوله هنا وراح يطلعوا لي، اللي هي هاي السيمتري مثل اسمها ما يدل عليها، راح تسوي لي شكلين متناظرين متشابهين يتحركون سوا. والكونكت راح يربط لي جسمين سوا حتى لو كانوا مختلفين. والميتابول مثل ما شكلها مبين راح نعرفها شنو هي. اول شيء راح نبلش بالسيمتري. على مود اشرح السيمتري راح اجيب فيجر من هاي الفيجرات المجسمه. اضغط ضغطه مطوله على الكيوب. طبعا البرنامج ثقل عندي شويه. راح اختار السفير. السفير كلش مهمه، كلش هواي راح استخدمها. اجي افعل اللاينز مالتها، اقدر واقدر الغيها. اللاينز مالتها افعلها حتى اشوف عدد السيجمنتس. هنا سيجمنتس قليله، اسويها 22 حتى يصير الشكل مالتها راوند اكثر، ازيد عدد التقسيمات حتى الشكل مالتي يكون مدور اكثر. شوفوا شلون صار مدور اكثر. اذا اقللها اسويها 10 مثلا صار مضلع، اسويها 22. تمام. هسه اجيب من الاشكال المجسمه سلندر. اضغط ضغطه مطوله على كيوب واجيب السلندر، احركها للاسفل، ابعد الرؤيه مالتي حتى اشوف زين. اجي اشوف حجم الطوبه كبير، راح اصغره عن طريق السكيل. السلندر ابعدها شويه. هسه احتاج سفير ثانيه، شلون راح استنسخها؟ اول شيء احدد السفير، كنترول بريس اند هولد، وانزلها للاسفل. صار عندي هذا الشكل اللي هو عباره عن سفير اثنين وسلندر بالمنتصف. اوكي، هسه هذا الشكل مالتي اريد اسوي له، خل اتخيله مثلا القدم مال روبوت. القدم تتحرك سوا، فاحتاج انه اداه تسوي لي شكل مشابه لهذا الشكل، مناظر له يتحرك وياه سوا، يكبر ويصغر وياه سوا، اللي هو هذه التول هي السيمتري. اجيب السيمتري. منين راح اجيبها؟ من هذه الايقونه. هننزل السيمتري. اجي احدد الفيجرز مالتي بالشفت، احددتهم كلهم، ادخلهم داخل السيمتري. هسه اروح على السيمتري واشوف شنو صار عندي. هسه اجيب هذا الفيجر مالتي منه واخره منه، كل شيء مدى يصير، مدى يطلع عندي الشكل الثاني. ليش؟ لان المرر مالتي باتجاه الزيت واي، اذا اريد اظهرها شلون راح اظهرها؟ اغير اتجاه المرر مالتي. شوفوا وين ظهرت المرر، يعني المرآة. شوفوا شنو صار عندي، شنو هو اللي صار له سيمتري؟ بس هاي السفير. ليش؟ لانه انا ما ربطت هاي الاجزاء سوا، لازم اسويها شنو بالبدايه؟ اسويها جسم واحد. شلون راح اسويها جسم واحد؟ ارجع خطوه لورا. اجي قبل لا ادخلها بالسيمتري، شو اسوي لها هاي الاجزاء؟ لازم اربطها سوا. شلون راح اربطها سوا؟ اجي اول شيء احددهم كلهم، وبعدين اسوي لهم جروب. شلون راح اسوي لهم جروب؟ عن طريق الالت والجي، المختصر الالت والجي راح يسويهم جسم واحد، مو جسم واحد وانما يسويهم جروب، ينطيهم اسم واحد، اللي هو هسه شفتوا شنو صار عندي؟ جمعهم بهذا الاسم، صاروا مرتبطين سوا. اجي ادخلهم داخل السيمتري واغير من السيمتري الميرر اتجاهها. ظهرت عندي للاعلى، انا ما اريدها للاعلى، اغير اتجاه المرار مالتها. زيت واي اجي احرك اشوف، سوري
زين ست، شنو فائدة المرارة حالك؟ المرار مو فائدة، هو السيمتري. يعني سويت يعني سويت لها شكل استنساخ لها مشابه لها، تمام؟ المرار شنو؟ المرار اتجاه انعكاسها، هاي الشيء المشابه لها منعكس بيا جهة للأعلى، مجاور لها للأسفل. سوري بس خلينا نرجعها نقطة المنتصف وأجي أحركها حتى بس تظهر عندي. يعني تتفرع تأثر عندنا بالديزاين مالته؟ لا ما له علاقة، مجرد راح يظهر لي الشكل. تمام. بس خلينا نشوف مدى يظهر عندي. شوفوا هسه يظهر عندي بس باتجاه ال الاكس زد. اجي احدد بس واحد منهم، شوفوا هسه حيدورون سوا، ابعدهم شوية عن بعض. بيتحركون سوا عندي. سوري اكو خلل بالديزاين. بس احل لكم ونكمل تطبيق. ناخذ رست 10 دقائق ونكمل، تمام؟ تمام ست، تمام. يلا شباب وبنات نرجع، تسمعوني والشاشة واضحة قدامكم؟ تمام. نرجع نطبق السيمتري. راح أجيب أول شيء السفير، أصغر حجمها، أجيب السلندر أصغر حجمها وأنقلها. أعدل الفيو مالتي، يحتاج بعد تصغر السفير مالتي حتى تناسب ال أقصد السلندر. أجي أطولها شوية عن طريق هاي النقاط الصفراء، أقدر أتحكم بالراديوس وبالطول، وأجي أعدلها. تمام. هسه أجي أريد أستنسخ هاي السفيرة الثانية، كنترول بريس أند هولد وأنزلها للأسفل. Control press and hold ونزلها للأسفل استنسختها. شنو الخلل اللي قبل شوية صار عندي؟ إنه أني جيت سويت لها جروب، من سويت لها جروب ودخلتها هذا الشيء خطأ. كان لازم شنو أسوي؟ كان لازم مثل المحاضرة اللي فاتت أربطهم سوا، أسوي السفير أم السلندر، أبو السلندر والسلندر والسفير أبو هاي السفيرة الثانية، حتى يترابطون كلهم سوا، حتى اقدر استخدمها كايد او كرجل، حتى اقدر مثلا احركها عن طريق هذا السفير، اعتبرها هي المفصل مثلا. اذا لازم هسه اجي اسوي بارنتنج، لازم اجي اربطهم سوا عن طريق وحده بالثانيه تدخل بالثانيه بحيث يصيرون جسم واحد. شلون راح اربطهم سوا؟ اجي اول شيء عندي السفير بالاسفل اشوف يا هي هذه اللي هي اول وحده هنا، راح ادخلها بالسلندر، اشيلها والسهم للاسفل دخلته بالسلندر. هسه هذا السلندر هو ابو هاي السفير، هسه هذول اثنيناتهم اريد ادخلهم بهذه السفيرة الثالثة. اجي اشيل السلندر اللي هي متصلة اصلا بالسفير، اربطها بالسفير اللي هي بالاعلى، ودائما اتاكد انه السهم للاسفل. هسه اجي اتاكد من شغلي صح، اوقف على هاي السفير، كلهم تحددوا سوا كانه هذه السفير هي امهم او ابوهم. ادورهم راح يدورون سوا، اذا احركهم راح يتحركون سوا. اوكي هسه اجي اريد اسوي سيمتري لهذا الشكل المترابط سوا. شلون راح اسوي له سيمتري؟ عن طريق هاي الايقونه اختار له سيمتري، واجي منو امهم؟ هاي السفيره الاولى، اجي ادخلها داخل السيمتري ظهرت لي.
اذا ما ظهرت لكم شو تسوون؟ تغيرون الميرر. الميرر اللي هو الانعكاس مال الشكل مالتي باي جهه، اختار له الزد واي. اذا ما ظهر لي اجرب عده اشكال واحرك على مود يظهر لي. هسه انا لان ميلتها راسا ظهرت لي، لو ما ميلتها ما كان ظهرت، كان لازم احركها حتى يظهر لي الشكل الثاني. هسه هما هيك مترابطين، اريد احركهم شلون؟ بعد هسه اذا احركهم راح يتحركون كلهم سوا. انا ما اريد هذا الشيء، اريد يبتعدون عن بعض. مش حسوي احدد بس شكل واحد واجي احرك. شوفوا من دا احرك هسه الاكسس مالتي اللي دا احرك عن طريق هالموف مائله، فمدى اقدر ابعدهم يمين ويسار؟ شلون اغير الاكسس مالتي بحيث تكون عدله نفس مالتي الريفرنس؟ اجي افعل هذا اللي تشوفوها الاكسس الفوق اللي هي الاكسس عدله بالنسبه للاوبجكت مالتي. اذا اضغط عليها، انتبهوا الاكسس هسه مايله، اذا اضغط عليها شنو راح يصير؟ تعدلت الاكسس، صارت عدله قائمه. اذا اشيلها تصير الاكسس باتجاه الاوبجكت، شلون من ميلتها الاكسس باتجاهها. اذا اشغلها بهالحاله اقدر انقل الاوبجكت مالتي يمين يسار اعلى اسفل بدون زاويه. الشكل مالتي مايل بس الاكسس مالته عدله، بس انقله واعدله وراها اطفيها. زين هسه اريد اصغر حجمها، مثلا اريدهم اثنيناتهم يصغرون، اجي عن طريق السكيل اصغرهم. اوكي هسه هذول الاثنين اريد اسوي لهم جسم، اروح على الاوبجكت مالتي واجيب السفير. هذه السفير كلش كبيره نسبه لهذا الاوبجكت، اصغرها عن طريق السكيل، هو اصلا محدد لي. ارفعها، اعدل الفيو مالتي، اتفرج شلون صار الشكل مالتي. كلش كبيره الرجل بالنسبه للجسم، اصغرها واتفرج. حلو هسه الشكل. هسه اريد مثل القرون استشعار للروبوت مالتي. اجي اذا جيت وسويت مثلا هذا الشكل الرجلين، ارجع اسوي لهم سيمتري من جديد، شنو راح يصير؟ راح تصير القرون الاستشعار ويا الرجلين تتحرك سوا نفس الحجم نفس الحركة. أنا ما أريد، أريدها تكون مختلفة، أريدها قرون استشعار. هم اثنين صح سيمتري بيناتهم، بس السيمتري ويا الرجلين ماكو. ايش حتسوي؟ ما أسوي لها سيمتري من جديد، أجي أستنسخ السيمتري مالتي مال الرجلين. شلون راح أستنسخها؟ أول شيء أختار خيار الموف كنترول بريس أند هولد مثل ما تعلمنا، وأجي أرفع للأعلى استنسخوا اثنيناتهم. بين هذول الاثنين اكو سيمتري، بس بين هذول وهذول ماكو سيمتري، لان هذه كوبي مال هاي مو سيمتري مالتها. وبما انه احنا مسوين سيمتري للاسفل، اذا الفوق راح تاخذ سيمتري. اجي اصغر حجمها، اسوي لها روتيشن، اقدمها للامام حتى تصير قرون استشعار او ايدين whatever you want. زين اجي اريد اقربهم من بعض، اريدهم يكونون بمنتصف الراس. شو اسوي؟ احدث بس وحده منهم عن طريق الام مالتهم السفير، مو اجي احدد من هاي السفير او هاي، لازم احدد من اول سفير واجي اقرب. ارفعهم للاعلى، اصغر حجمهم، ارفعهم بعد الى ان يكون التصميم حلو بالنسبه لي. اجي ادورهم مثلا. اوكي شوف المسجات. اكو احد عنده سؤال؟ تمام هسه طبقنا السيمتري. اول شيء ربطنا الاجزاء سوا عن طريق البارنتنج، سويناهم اب وابن. ربطنا السفير هاي بالسلندر والسلندر بالسفير، ارتبطوا سوا صاروا عائله. هاي العائله دخلناها بالسيمتري عن طريق السفير امهم، صارت شكل مشابه لها، يدور وياها يتحرك وياها.
ينتقل وياها. رجعنا احتاجينا شكل مشابه للسيمتري بس ما مرتبط به، سوينا لهم كوبي وعدلنا عليه، صار عندي هذا الشكل، شكل بسيط عادي بس مجرد يوضح لي السيمتري. اجي مثلا اريد اطبق السيمتري مرة ثانية، هسه هذا الجسم كله قبالي، اريد شنو؟ اريد انزل اللي جوه، مدى اقدر لازم احددهم كلهم وانزلهم، فش اسوي؟ احدده واسوي جسم واحد عن طريق الالت والجي جروب وانزله للاسفل حتى ابدي اسوي موديلينج الشكل الثاني. هسه نجي على التول الثاني اللي هي الكونكت تول. كما تقولكم يا تطبيق السيمتري، اكو احد بعده متاخر؟ واضح الشرح؟ لو بيفد خلل تمام، عاشت ايدكم. تتلحقون تطبقون؟ تمام نكمل. هسه نجي للكونكت تول. كونكت من اسمها راح تربط جسمين، راح نجيب هسه مثلا من التودي دوائر اثنين، اصغر حجمها، ابتعد، احتاج دائرة ثانية حتى اسويها كونكت ويا هاي الدائرة، مو شرط دائرة، مربع اي شكل ثاني، استنسخها كنترول بريس اند هولد وانزلها للاسفل، صار عندي هاي الشكلين. اريد هذول الشكلين اثنيناتهم اسوي لهم اكسترود، هما شكلين منفصلين كل شكل واحدة، ورد اسوي لهم اكسترود. راح اجي اربطهم سوا عفوا عن طريق الجروب اللي هو تعلمنا، احدد الاولى شيفت واحدد الثانيه واسوي لهم الت جي مختصر، صاروا عندي جروب، هذول الجروب، هذا الجروب اريد اسوي له اكسترود، خلينا نجرب اشوف يصير او لا. ادخل هذا الجروب بالاكسترود، شو ما انطاني حجم، دخل بداخله بس ماكو اي حجم، ليش؟ لان السينما 4D ما راح تعرف تنطي الحجم لهاي الدائره لو لهاي الدائره. بالنسبه للسينما 4D جسمين مختلفين منفصلين، فراح تحير ما تعرف تنطي الحجم لاي دائره. شلون اخليها تنطي حجم الجسمين منفصلين؟ كل واحد خصائصه واحد، كل واحد حركته واحد، ما راح ترتبط حركتهم سوا، بس اريد التول تتنفذ عليهم اثنيناتهم، راح اسوي لهم كونكت. ابقي الجروب ماتي سويته، الجروب ماتي ادخله داخل الكونكت، التول كونكت اطلعها منه واجيب الكونكت، راح اجيب سوري لازم اطلعهم من الاكسترود. هسه مثلا انا طلعت اريد اطلعهم من الاكسترود، دخلتهم داخل الاكسترود، هالشيء غلط، اريد اطلعهم، اما ارجع اسوي اندو، او شلون راح اطلعهم؟ راح اشيل النيول، بدل ما تكون السهم الاسفل اخلي السهم يكون بالموازاة، طلع منه. اوكي بس اشوف انه صار صح او لا، بس عندي هذا الاكسترود، النيول ادخله بداخل الكونكت، والكونكت كلها داخلها بداخل الاكسترود. شوف شنو صار عندي، صار عندي الحجم. ليش صار عندي حجم؟ لان ربطتهم عن طريق الكونكت. خلي اعيدها من البدايه بدون الاكسترود حتى لا تدوخون، راح امسحها. هسه عندي هاي الجسمين اللي مسوي لهم جروب، مجرد جروب، اريد اربطهم سوا بحيث يكونون جسمين منفصلين يتحركون كل واحد واحد، ما رابطتهم سوا بحيث ينقلون سوا يتحركون سوا، بس التول تتنفذ عليهم اثنيناتهم. راح اجيب لهم التول اللي هو الكونكت، يعني حربط مصيرهم سوا تقريبا، وادخلهم داخل الكونكت. هسه اجيب الاكسترود وادخل الكونكت بداخل الاكسترود، انطتني حجم. هسه اجي مثلا اريد اتحكم بهاي الدائره وحدها، اقدر اتحكم بيها، سوري
اجي احدد بس دائره واحده منهم، شوفوا اقدر انقلها وحدها، اجي اقدر ابعد هسه اثنيناتهم سوا لانه عن طريق الاكسترود متحددين. اذا اجي احدد دائره وحدها اقدر اجي انقلها وحدها. اذا التول تنفذت عليهم سوا بس هم كل وحده حره بنفسها. هسه كملنا التولز اثنين اللي هي الكونكت والسيمتري. هسه انتقل للميتابول، اجي احددهم اثنيناتهم سوا وانزلهم للاسفل حتى ابدي اسوي موديلنج جديد. كملتوا الكل وياي؟ بسيط كلش وسهل، ما بيها اي تعقيد. اكو احد متاخر يحتاج انتظر؟ المتاخر يكتب لي، اللي ملحق ما يحتاج يكتب اي شيء. تمام نكمل. هسه الميتابول، على مود اوضح الميتابول اجيب من الاشكال المجسمه سفير، اوقر اسويها شيدنج، ما اريدها لاينز، ما احتاج اللاينز، بدل اسوي موديلنج. اجي استنسخ هاي الطابه، ما في عده استنساخات، لا على التعيين كل واحد خلي يستنسخها بكيف العدد. شلون حستنسخها؟ كنترول بريس اند هولد كل الاتجاهات حستنسخها. اوكي اجي هسه اصغر حجمهم، العب بحجمهم، واحده صغيره واحده كبيره. اجي اشوف الشكل شلون صار مالتي، اجي بعد احتاج دوائر تتبين عندي شغلها، كنترول بريس اند هولد ارفعها للاعلى اصغر حجمها، اجي استنسخها مره ثانيه. اي خطا تخطئوا تقدروا تسوون اندو. اصغر حجمها، انقلها، اجي احركهم، اصغر حجمها. هسه هذا الشكل كله اريد اسوي له ميتابول. شو ميتابول؟ قبل شوي اخذنا مثال انه كانما قطعه قماش غطت الاجزاء، هذا كانما فد ماده هلاميه تدخل داخل الاشكال، يعني كانما مو فارغه من الداخل، كانما ماده هلاميه. اوكي فاجي اجيبها حتى نشوف شغلها والميتابول، واجي ادخل هذول كلهم داخلها، احددهم اما سلكت كلهم او عن طريق الشيفت وحده وحده وادخلهم داخل الميتابول، دائما من السهم للاسفل. شوفوا شنو صار عندي. بس هسه هاي ماتي الماده الهلاميه كلش كبيرة بحيث اللي بداخلها من بينين، فأجي على الميتابول وأجي أصغر وأكبر إلى أن يصير عندي الشكل مناسب. انتبه بالإديتر سب ديفيجن بالتقسيمات إنه ما أنزل كلش. هسه إذا نزلت للرقم واحد راح يصير عندي، شلون صار عندي الخلل قبل شوية إنه وقف البرنامج صار بي بريك، فلازم انتبه انزل شويه شويه الى ان يصير الشكل عندي مناسب. اذا نزلت بسرعه للواحد راح يخرب الشكل، راح يصير بريك دامج بالبرنامج. فاربعه بعد ما انزل اسفلها اجي اختار وحده من السفيرز واحركها، شوفوا شنو حيصير، كانما داخل هاي الماده تتحرك، انفصلت، من تتقرب من الماده تتدخل. شوفوا شلون حلوة، كلش حلوة هاي، ممكن يعني تستخدم بالانيميشن، كلش حلوة تصير. اجي احدد السفيرة اللي بعدها، شوفوا شلون، اجي اكبر حجمها مثلا، اصغرها. اذا كانما الاشكال مالتي المجسمة داخل مادة هلامية. اجي مثلا ادخل وياهم كيوب، هذا الكيوب أريد أدخله داخل الميتابول، راح أجي أدخله، أنقله قريب، لازم ضمن مساحتها، وأصغر حجمه، سوري، أصغر حجمه بحيث يدخل داخلها، شوف شلون،
هسه عندي كيوب الاركان مالته مبينه داخل الميتا بول. إذن هذا شغلها، اجي اشوف بالرندر الاوتبوت مالتي شلونه. زين اجي اشوف هسه عندي نوعين من الرندر، الرندر اللي اشتغل بيه والرندر النهائي. اجي اشوفه يشبه الرندر مالتي قبل شويه طلعناه باختلاف بسيط. بهنا تشوفون اشياء مو انسيابيه، ليش؟ لان لازم الاديتر رندر يشابه الرندر سب ديفيجن، يعني هذا الرقم هنا نفس الرقم هنا حتى تصير النتيجه متشابهه. الرقم الاول هو هذا والرقم الثاني هو هذا، فلازم يكونون متشابهين. اثنيناتهم اسويهم مثلا 4 واثنيناتهم 5 حتى تصير عندي النتيجه متشابهه. حتى انا دائما اشيك منه، بس الرندر الاوتبوت النهائي الشغل الانطيه مالتي حيكون هذا. تمام، الكل طبق وياي. شباب وبنات، طبعا الباتشر يعني قبل المحاضرة القادمة أريد منكم الأشياء اللي إذا نفذها ترسلوا لي إياها صور، كل واحد ينفذ ويدز لي تنفيذه للأشياء شرحت لكم إياها. وطبعا بالليل تنزل لكم المحاضرة فماكو أي عذر، لأن إذا ما طبقتوا وياي أو قبل المحاضرة الجاية راح تحسون نفسكم ضايعين. صحيح تحسوها أشياء سهلة وبسيطة وتافهة، بس من تتراكم حتحسون روحكم ما تقدرون. فحاولوا دائما تطبقون قبل المحاضرة تجي. أوكي الكل وصل وياي؟ أكو أحد متأخر؟ حلو سهل التطبيق؟ لو أصلا متى تطبقونه يعني؟ زين أكو بعد أحد عنده مشكلة بالبرنامج بعد أصلا ما متنصب عدة البرنامج؟ ليش يونس مو دا أشرح ببطء هالمرة حتى كلكم تلحقون تطبقون وياي، حتى إذا واجهتكم مشكلة رأسا تسألوني ليش من تطبقون وحدكم يجوز تتعارزون تسألوني أو تتحرجون، مع أنه أنا موجودة دائما بس ترسلوا لي على الواتساب بالجروب أو على الخاص أنا رأسا أجاوبكم. مريم تواصلي بياي على الخاص راح أساعدك بهالموضوع، وإذا أنت نفسك تواصلتي بياي إن شاء الله نلقى حل. تمام اذا الكل طبق ايه او احد او اي احد بعد ما متنزل عنده يكتب لنا على الجروب حتى اللي يتنزل عندهم ممكن نساعد بيناتنا. تقصد مال فيوجن او التينكر كاد يونس؟ هو التصميم واحد بس كل وحدة شغلها شكل حلو تتعلمهم اثنين، هم ما بيها اي اشكال، هواية تولز متشابهة بيناتهم، هو الفكرة الاساسية واحدة بس اكو اختلاف. اي نعم بالليل تنرفع ان شاء الله. هسه خلينا نكمل. انزل الاوبجكت مالتي للاسفل وابدي اسوي موديلنج من جديد. هسه مثلا خليني اتذكر في الشغله من الفاتنا مالتي الاكسس بهذا الطرف اريد انقلها للمنتصف، شلون راح انقلها للمنتصف؟ اول شيء عن طريق هذا صح، بس هذا ما راح يشتغل الا اذا سويتها اديتبل. شلون راح اسويها اديتبل؟ سي وافعل الاكسس وانقلها للمكان اللي اريده حتى اتحكم بصوره احسن. اجي اسدها وارجع احرك، اتحرك كله سوا. تمام
اوكي هسه راح نجي كملنا التولز، اخذنا في التولز عدد معين وحلو اللي هي السيمتري والميتابول والكونكت. هسه اجي اوضح مفهوم السب ديفيجن. شنو هو السيرفيس سب ديفيجن؟ السيرفيس سب ديفيجن اللي هو هاي التول اللي هي اول وحده، ما يحتاج ادخل على مود اختارها، اللي هي هاي اللي هي شكل الايقونه. هاي شنو تعطيني للاوبجكت؟ تعطيني شكل اكثر سموث، اكثر راوندينج. يعني مثلا راح اجيب هذا الكيوب مالتي، سوري، هذا الكيوب مالتي. اول شيء افعل الديسبلاي اللاينز، لان احنا راح نشتغل اصلا على اللاينز، واجي اشوف الحافات مالته شلون حاده وعدله. اريد تكون اكثر سموث، ادخلها بالسيرفيس سب ديفيجن اللي هي هاي. راح ادخلها بالسيرفيس سب ديفيجن بدون ما اسوي لها اديت وبدون ما اخلي لها سيجمنت، اشوف شنو راح يصير، بس حتى اتعرف على السيرفيس سب ديفيجن. ادخلها اشيلها واحطها والسهم للاسفل، دخلتها بيها. شوفوا شلون تحول عندي الكيوب الى دائره. ليش تحول لدائره؟ خل اشوف، لان انا قلت السيرفيس سب ديفيجن ينطيني شكل اكثر راوند، مدور اكثر واكثر سموث. نجي نشوف هنا بالسيرفيس سب ديفيجن بالخيارات مالته، عندي السب ديفيجن اديتور والسب ديفيجن رندر. السب ديفيجن هي عدد التقسيمات، اذا قللتها شوفوا شنو صار، اذا سويتها صفر رجع عندي الشكل كيوب. يعني شنو سب ديفيجن اديتور؟ يعني سب ديفيجن بالاديتور، بالاديت يعني اذا اسوي له اديت. رندر بالاوتبوت، هاي انتهينا منها، يعني احنا شغلنا بالاديتور. شنو يعني صفر؟ صفر يعني ماكو ولا تقسيمه. واحد يعني اكو تقسيمه وحده، باعوا زائد واحد بالوجه الواحد مال المربع. اذا اثنين كل مربع راح تصير بي تقسيمه. شوفوا شلون؟ ثلاثة صار كل مربع من المربعات بي تقسيمه، إلى أن يصير عندي الشكل كلش دائري، كلش راوند. صفر يرجع عندي الشكل كيوب. أوكي؟ هسه أرجع أطلع أمسح السب ديفيجن، أرجع أنزل الكيوب من جديد. واجي الكيوب مالتي اسوي بي سيجمنتس واشوف شلون راح يتصرف. اعطيه سيجمنتس بالاكس 3 وبالواي 3. دائما اتذكر انه ما اقدر اضيف سيجمنتس بعد ما اسوي اديتابل، لازم قبل الاديتابل اعطيه سيجمنتس. شوف شلون صار هسه الكيوب مالتي بي تقسيمات، بعدني ما دخلته بالسيرفس سب ديفيجن. هسه اجي ادخله بالسيرفس سب ديفيجن، أدخل الكيوب داخل السيرفس سب ديفيجن. شوفوا شنو صار عندي، ما صار دائرة هالمرة. ليش؟ لأن أصلاً بي تقسيمات، فالسيرفس سب ديفيجن ضاف لي تقسيمات للتقسيمات اللي أصلاً عندي موجودة. أوكي؟ أجي هم أقدر أزيل وأشوف شنو راح تصير، بس راح يبقى محافظ عندي الشكل مربع لأن أنا أصلاً مطيته تقسيمات. أوكي؟ أرجع على الصفر، رجع الشكل عندي مو راوند، مو سموث. إذا أي الشكل يكون عندي أكثر سموث، أكثر راوند، أزيد السيرفس سب ديفيجن. أوكي؟ زين. أرجع على الكيوب أسوي إديتابل، وأجي أسوي له موديلينج. أشوف شلون راح يتصرف عندي. شوفوا هسه النقاط عندي قليلة، أريدها تزيد على مود أعدل عليها أكثر. أرجع على السب ديفيجن وأزيد، أرجع على الكيوب وأشوف النقاط مالتي. سوري بالشات أحد يسأل، عفوا هديل ما فهمت. يبقى شنو؟ عفوا ست، بس هذا إعازة السيرفس سب ديفيجن ما دا يطلع لي، يعني هسه يعني من أضغط على الشكل
وخليت له يعني سيجمنت 3x3 بس ما دا يطلع لي هذا الإعاد. دخلتي الكيوب بداخل السيرفس سب ديفيجن؟ اي نعم، هذا المؤشر عليه بالسهم. يعني شلتي الكيوب، خلينا نعيدها انا وياك سوا. راح امسح كله وانزل الكيوب مالتي، اضيف للسيجمنت وياي اشتغلي هديل. راح اجيب السيرفس سب ديفيجن وادخل الكيوب مالتي داخل السيرفس سب ديفيجن، وانتبه انه السهم وين؟ للاسفل. راح يصير عندك هذا الشكل. احتمال ما تغير ليش؟ لانه السب ديفيجن انت مصفرته بالاديتر. شوفي مقداره صفر لو اثنين. ها هديل، تمام حلو. الخلل صار عند هديل، اتصور انه كانت قبل شوي مو جربنا انه سوينا صفر، فبقع على الصفر فما تغير عندها. زين راح اجرب ازيد السيجمنت وارجع على الكيوب واشوف اسوي اديتابل واغير. شوف شلون زادت عندي عدد النقاط، لان سويت الاديتابل هو السب ديفيجن مو نفسه الماتي سيرفس الكيوب. بس انا دائما اريد اشتغل وين؟ على الكيوب ماتي. اجي ارجع اسويها اثنين واشوف الشكل ماتي. هسه فهمنا مبدا السيرفس سب ديفيجن انه يسوي لي الشكل سموث اكثر. هسه ارجع على الكيوب واعدل عليه اشوف شلون راح يتصرف. مثلا هاي النقطة اختارها واجي اجرها، بس اعدل الفيو اشوف شلون راح تنجر. شوفوا شلون انجرت. تذكرون بالمحاضرة السابقة من اختارينا نقطة وجريناها شلون انجرت؟ انجرت وحدها بصورة حادة وشارب، طلع لي مثلث شارب وحاد، صح؟ هسه شلون انجرت النقطة؟ بشكل راوند وسموث. اذا هذا شغل السيرفس سب ديفيجن على مود يسوي لي الشغل سموث اكثر راوند اكثر. شلون يسوي سموث اكثر وراوند اكثر؟ يضيف خطوط ويضيف سيجمنتس اكثر للشكل. زين حرجع خطوه واجي اتحكم باللاينز، مثلا اجي اجر شوف شلون. سوري دائما اعدل البيوع عشان شغلي يصير صح. زين هسه اروح اجيب مثلا سفير، امسح هذا الكيوب واجي اطبق على السفير الشغل مالتي. اجي اسويها 22، اسويها اديتابل وادخلها بالسيرفس سب ديفيجن. طبعا سيرفس سب ديفيجن راح نستخدمها من نوع جاي بكل محاضره تقريبا. دائما ان نريد نسوي موديلنج لازم ندخل بسيرفس سب ديفيجن، لان دائما ما تريدون تسوون تعديل وديزاين، ما تريدون الشكل يكون حاد، دائما تريدون يكون انسيابي، ما تريدون يكون عباره عن خطوط حاده. اذا ادخلها بالسيرفس سب ديفيجن هاي السفير مالتي واشوف شلون راح تتصرف. اجي اختار مثلا نقطه وانزلها للاسفل. مثلا سوري اختار هذا المكان واجي شوف شلون صارت الطابه بها هاي الانبعاد. هاي لو كان عندي ماكو سيرفس سب ديفيجن، خلينا نجرب بدون سيرفس سب ديفيجن نشوف شو يصير. راح ارجع خطوات لورا واشوف. راح اسوي السب ديفيجن، اسوي اديتابل واجي اختار مثلا الاسطح واجي اختار هذا السطح واحرك. سوري اشوف شنو الفرق بيناتهم، شوف شنو صار، شوف الشكل شلون صار. لو مدخلته بسيرف السب ديفيجن راح يصير الشكل سموث اكثر راوند اكثر. شوف شلون راسا تحول عندي الشكل مقنع اكثر. ليش؟ لانه السيرفس سب ديفيجن يضيف لي نقاط اكثر، سوري سيجمنتس اكثر وخطوط اكثر حتى ينطي راوندنس للشكل. أه
هسه مثلا راح امسحها هاي. واجيب من الاشكال الديسك. هذا الديسك مالتي، ازيد السيجمنتس مالته. عندي سيجمنتس ديسك سيجمنتس العامة أربعة مثلا أو خمسة، والروتيشن سيجمنت أزيدها بحيث يصير عندي شكل راوند أكثر. أسوي إديتبل وأدخله بالسيرفس سب ديفيجن. راح تصير هاي الخطوة عندنا روتينية أصلا، لازم أجي أتقرب وأجي أعدل عليه. أريد أسوي مثلا شكل الجلي، أوكي؟ أجي أختار اللاينز. شلون تحددت هاي الدائرة كلها؟ أجي أضغط على لاين واحد ودبل كليك راح يتحددون كلهم، أو أروح على السلكت واختار اللوب، أجي أوقف هنا راح يتحدد لي الخارج كله. هسه أجي أختار هذا الخيار وأنزلها للأسفل، صارت عندي هالشكل. هسه أجي أريد هاي المساحة بالمنتصف أنزلها للأسفل مساحة، إذا أختار الكيسز وأجي أما أختار مساحة مساحة أو شو أسوي على السلكت وأختار الرينج سلكشن وأجي أحددها شفت على مود أحددها هي والبعدها وأجي أنزلها للأسفل. شوف شلون صار عندي الشكل. أجي مثلاً هاي الدائرة أريد أقربها أو أبعدها، شلون أختار اللاينات أجي أحدد هاي الدائرة وأجي أصغرها أبعدها أسوي موديلينج. أوكي أجي أشوفها بالرندر هذا الشكل عندي. مثلاً أقدر أعدل بعد أكثر بحيث أسوي القدح مال البيتس مال الحيوانات الأليفة مثلا، أعدل أكثر أسوي كشكل جلي. أوكي أجي أشوفها بالأوتبوت مال رندر مش شابه؟ أي نعم مش شابه. زين إذا غيرت سويتها هاي مثلا صفر وأجي أشوف بالأوتبوت مالتي، شوفوا شلون صار شكل مضلع مع أنه أني مطية السيرفس سب ديفيجن بالإديتر. الإديتر هو اللي هو اللي أنا دا أشتغل بيه، بس نسيت مثلاً الرندر بقيته صفر، إذن الأوتبوت ماتي اللي حسلمه الشغل ماتي مثلاً الكوستمر حيكون هي شكله مضلع كأنه ما مداخل بالسيرفس سب ديفيجن. فلازم هاي النقطة دائماً أذكرها إنه السب ديفيجن بالإديتر نفس الرقم بالرندر حتى تكون النتيجة مش شابهة. هسه أجي أشوف هنا مش شابه، الإديتر يشبهها والرندر يشبهها. شلون أطلع منها X؟ إذا أني بالرندر العادي بس أضغط على أي مكان بالشاشة أو أدور يرجع لي للشكل الأصلي. مفهوم مبدأ الـ Subdivision Surface؟ أكو أحد عنده سؤال؟ تمام الكل بيفهم؟ اللي تطبقون وياي وصلتوا نفس الشيء؟ أكو أحد متأخر؟ راح أكمل. هسا راح أتعلم شلون. هسا عرفنا إنه سب ديفيجن هو يضيف لاينات بصورة عامة للشكل، تمام؟ حتى ينطيها شكل سموث أكثر راوند أكثر. هسا إذا أنا أريد أضيف لاينات بمكان معين أو أمسح لاينات، راح أتعلم هالشي هسا. أجي أمسح هاي الشغلات كلها حتى لا تدوخني أو أفتح مشروع جديد. مسحتهم. أجي أنزل عندي أجيب سفير على مود أوضح شلون أضيف لاينات وأشيل لاينات. إذا ما فعلين الشيدنج من الديسبلاي أختار اللاينز، شيء ضروري ولازم. أجي أسوي سيجمنت 22 وأسوي إديتبل قابل للتعديل ودخله داخل السيرفس سب ديفيجن. لازم هاي خطوة حصل روتينية عندنا.
داخل السفير داخل السب ديفيجن، لا من السهم للأسفل، ما أنسى هاي الشغلة أبداً. أريد أطلعها من السب ديفيجن أشيلها، والسهم مو للأسفل بموازاتها، طلعت منها أدخلها للأسفل. تمام؟ أوكي، أرجع على السفير وأبدي أعدل عليها. هسا هاي ماتي السفير، أجي أريد مثلا هاي المساحة هنا، أنا أريد أحدد هاي المساحة، أحددها كرينج. عشان أحددها كرينج من السلكت، عندي أنواع السلكت، شلون أسوي سلكت؟ هسا أجي مثلا أبقى شفت وأدور وأحدد، حصل شغلة مملة ومتعبة كلش، شو أسوي؟ من السلكت أختار الرينج سلكشن، راح يحدد لي كشكل رينجات. أجي أختار هذا الرينج، أوكي؟ أجي أحدد وياه مثلا الرينج الأسفل، أضغط على الشفت، يلا أحدد الرينج الأسفل، تحددوا الرينجات اثنيناتهم سوا. أجي مثلا أريد أخصر هاي الكرة ماتي من هذه المنطقة، شو أسوي؟ على السكيل وأجي أخصرها، أوكي؟ زين، أرجع أسوي أندو. زين، شفتوا شنو صار عندي؟ شلون الشكل ما حلو؟ ليش؟ لأنه عدد السيجمات بهالمكان قليلا حصرت، بحيث اضطرت تجرها بحيث صار الشكل مو راوند. فأحتاج هنا شنو؟ أحتاج أضيف بعض خطوط بحيث أقدر أحدد مساحة أكبر، هنا المساحة تكون عندي أكبر. شلون حسوي هذا الشيء؟ أجي أول شيء أحدد لاينات بهاي المساحة، أريد أني أضيف لاينات بهالاتجاه، فش أسوي؟ من السلكت الرينج وأجي أحدد هاي اللاينات. أريد أضيف بدل ما تكون هنا لاينات لاين واحد، أريد يصير لاينين. شلون حضيف اللاينين؟ عن طريق المش، المش عن طريقها تضيفون وتشيلون لاينات. من الكات أروح على الكونكت اللي هو MM، MM هو اللي حيضيف لي اللاينات. كات كأنما يقطع الخط يسوي خطين، وكونكت MM. MM شنو يعني؟ يعني بدل ما أجي على هاي السالفة الطويلة، أجي على المش ومن الكات وعلى الكونكت بوينتس إج، رأساً أضغط MM رح يضيف لي خطين. هسا أجي أحددها هاي، شوفوا شنو صار عندي، خط بخط ويفصلهم خط بالنص، أوكي؟ أرجع أسوي أندو أجرب من الكيبورد، أضغط MM، شوفوا شلون صار عندي. هسا هنا صارت عندي مساحة، زادت التقسيمات، زادت. قبل شوية من قلت لكم إنه لازم نحدد السيجمنتس قبل ما أبلش أشتغل، لأن يكون الأمر صعب من أضيف سيجمنتس، هو هاي الشغلة صعبة. شفتوها شلون؟ مو صعبة، بس يعني يحتاج لها شغل، مو رأساً رقم أدخله، لازم أروح على المساحة اللي أريدها وأضيف السيجمنتس المعين، أوكي؟ هسا أجي مثلاً أحدد هاي المساحة، نسلكت الرينج، والمساحة الفوقها، وأجي أسوي لها من السكيل أصغرها، أوكي؟ زين، أجي مثلاً هسا هذا اللاين أجي أحدده، أريد سلكت لوب، أريد اللاين ورا لاين أحدد لي، مو بهالشكل رينج. إذن أجي أحدد هذا اللاين، أريد أنزله للأسفل. شلون حنزله للأسفل هذا اللاين كله؟ عن طريق الموف وأنزله للأسفل، شوفوا شلون نزل، أوكي؟ هسا من نزل صار عندي هذا الخط ما حلو، شوفوا شلون كأنما فاصل، أريد أمسحه. يعني هذا الخط ويا هاي المساحة، المساحة ويا هاي المساحة أكو خط يفصلهم، أريد أمسحه بحيث الشكل عندي يصير سموذ أكثر، راوند أكثر، فلازم شو أسوي؟ أمسح هذا الخط بحيث هاي المساحة تتصل ويا هاي المساحة. فأجي أحدد هذا اللاين، شلون أحدده؟ أما رينج سيلكشن، سوري لوب سيلكشن، حتى يحدد لي هاي المساحة، أو أجي أضغط على هذا اللاين ودبل كليك راح يتحدد لي اللاين كله. هسا شو أسوي له؟ أمسحه. شلون راح أمسحه؟ إما عن طريق المختصر MN، أو أروح على المش سوري من المش أشوف ال MN وين عندي، مش رموف، ومن الرموف أختار
الديسولف اللي هو الام ان، ارجع احدد هذا اللاين فوقه وارجع من المش ديسولف ام ان او اضغط ام ان اولريدي. اجي من المش هسه بقت عندي هاي اللاينات بالاركان، ارجع سيلكت رينج، اجي احددها ام ان، مدى يقبل يمسحها. ما صارت الشغله ببالي، سوري. ارجع خطواتي ورا اشوف الخلل وين صار. زين اجي احدد هذا سيلكت لينك سيلكشن، سوري لوب سيلكشن، واحدده وانزله للاسفل. هالشكل نزلته. هسه اجي اريد امسح هذا اللاين ام ان، اريد امسح هاي اللاينات. شلون راح امسحها؟ من المش، سوري ريموف، اول شيء سيلكت لازم احدد هاللاينات اللي اريد امسحها، رينك، وش اسوي لها؟ ام ان. شوف شلون المسحت كل اللاينات وصار عندي الشكل راوند اكثر، سموث اكثر. يعني مجرد ان اوضحها، ما نسوي موديلنج حقيقي، فكل واحد يجرب شلون ما يريد. اوكي اجي هنا مثلا اختار هاي النقطه، اول شيء ارجع للموف اختار هاي النقطه وانزلها للاسفل. اوكي اجي اشوف بالرندر شلون صار عندي الشكل. هاي شغلي، امسحها، انزل السفير، ازيدها، اسويها 22 ودخلها بالسيرفس سب ديفيجن. اجي هاي الماتي السفير اريد شنو اسوي لها؟ اسوي اديتابل، واجي هذا النقطه انزلها للاسفل عن طريق الموف، راح انزلها. اجي اشوف بالرندر شلون صار شكلها. تشوفون هاي اللاينات اللي صارت؟ اريدها ما تظهر هاي اللاينات، اريد امسحها حتى الشكل يصير عندي سموث اكثر، راوند اكثر. شلون راح امسحها؟ مثل ما تعلمنا، اول شيء احتاج احددها هاي اللاينات. شلون احددها؟ سيلكت رينج، تحددت، سوري تحددت. شوفوا اذا تحدد عندي نقاط فلازم اروح على اللاينات، ما انسى هالشيء. تحددت عندي، هسه امسحها. شلون حمسحها؟ عن طريق المختصر ام ان. ماشي اشتت المسح عندي مفروض. سفير امسحها كلها، اذا صار عندي خلل بمكان معين راح ادخل عندي سفير. السفير 22 اسويها اديتابل قبل ما ادخلها بالسيرفس سب ديفيجن. اوكي هسه ارجع على السفير واختار النقاط، موف، احدد هاي النقطه وانزلها للاسفل. اوكي اجي بالرندر اشوف صارت عندي هاي الخطوط اريد اتخلص منها. شلون حتخلص منها؟ سيلكت رينج سيلكشن، واختار اللاينات، سوري رينج سيلكشن، اختار اللاينات واسوي لها ديسولف، سوري كونكت اسوي لها. هذا الخلل اللي صار عندي من دا اسوي لها ديسولف، دا امسح الخطوط اللي اصلا اني منزلتها فتختفي. من دا تختفي شنو راح يرجع الشكل الاصلي؟ لازم شو اسوي لها؟ اسوي لها كونكت، ازيد عدد الخطوط على مود يصير عندي الشكل راوند اكثر، سموث اكثر، نفس مبدا السيرفس سب ديفيجن. هسه اجي اشوف بالرندر مره ثانيه، اختفت عندي الخطوط وصار شكل سموث. فدائما المبدا عندي شنو؟ من اضيف خطوط الشكل راح يصير راوند اكثر، سموث اكثر. من اشيل خطوط او اقل عدد الخطوط راح يصير عندي الشكل محدد اكثر، شيبت اكثر. اوكي فهمتوا شلون نضيف خطوط وشلون نشيل خطوط؟ واضحة. مثلا اجي اريد ارسم
فد مثلا العفو حلق بهذا المكان، اريد ازيد عدد الكيوبات هنا بحيث اقدر بهاي المربع الصغير اسوي الحلق، مو هنا بحيث يصير كبير. ايش حسوي؟ اجي اختار اللاينات من السلكت الرينج سلكشن، اجي حددته، اريد ازيد عدد التقسيمات فاقول ام ام. هسه اجي على الفيسز واشوف، ارجع على الموف واشوف شلون صارت عندي المساحه مقسومه 2، كانت هاي المساحه واحدة انقسمت 2 بحيث اقدر اضيف الحلقة هنا في المساحه اصغر. اوكي واضح تمام لحد هنا؟ كل شيء مفهوم، كل شيء واضح؟ أكو أحد عنده سؤال؟ أكمل؟ هسه أخذنا البيسكس مال البرنامج بصورة كاملة، تقريباً استعملت كل التولز وافتهمتوها. هسه راح نبدي نتدرب، نسوي فد إكسرسايز بسيط، أوكي؟ أجي أمسح هذا حتى أبلش تدريب جديد. راح أسوي إكسرسايز، هسه ما راح أخذ أي تول جديدة، مجرد راح أتدرب على اللي تعلمته. راح أستخدم تقريبا كل التولز اللي استخدمتها في تمارين معينة. إذا لحقنا نسوي 3 إكسرسايزات، إذا ما لحقنا راح نسوي إكسرسايز واحد. راح أروح على الأشكال وأجيب التورس هذا الشكل الصحن، أوكي؟ أجي السيجمنت مالتة أسويها أقللها، أسويها 8، هذا الشكل يكون مضلع عندي، أوكي؟ هسا اجي اسوي اديتبل وادخله بالسيرفس سب ديفيجن. هسا هو مضلع، بس ادخله بالسيرفس سب ديفيجن شلون حيصير عندي الشكل؟ حيصير سمود اكثر، راوند اكثر. شوف شلون صار. هسا هذا ماتي اريد اسوي الشكل، اريد اسوي مثل هذا اللي تذكروه اليويو كنا صغار نلعب بيه. اجي شو اسوي؟ احدد اللاين، ارجع على ماتي الشكل اللي هو تورس بس صار شكله مو تورس. احدد اللاينات، اجي من السلكت اللوب سلكشن واحدد عندي هذا اللاين، اجي امسحه، اسوي له ام ان انمسح. اكو راح ينمسح عندهم وما يتكون هذا الشكل الغريب، اكو راح يتكون عندهم هذا الشكل الغريب اللي هو ما نريده احنا، يعني شكل المش صار عندنا غلط مختلف. شلون اتخلص منها هاي المشكله؟ طبعا مو كل حتواجههم. اجي نسلكت، اختار اللوب سوري الرينج سلكشن، اجي احدد هذا اللاين شيفت ويا اللاين الجوا وامسح، تخلصنا من هذا الشكل الغريب. مسحت هذا الجزء، الخطوط الموجوده بهذا الجزء الغريب بحيث تخلصت منها. أعيد الخطوات. أنا هسه جيت حددت هذا اللاين عن طريق سيلكت اللوب وحددت هذا اللاين عندي، أريد أمسحها. شلون حمسحها؟ MN المسح. من المسح تكونت عندي مش بشكل غريب كلش، ما أحتاجها، ما تفيدني. شلون أتخلص منها؟ من السيلكت أختار اللينك سيلكشن وأحدد المكان اللي بيه الشكل الغريب، شيفت وأحدد الجوة وأمسحها أيضا عن طريق الام ان. تخلصت من المش، تخلصت من هاي المشكلة. أكو ما يمرون بهاي المشكلة ما يحتاج أصلا يسوون أي شيء، أوكي؟ أجي من السلكت اللوب سلكشن وأجي أحدد هذا الفوق وهم أمسحها، صار عندي هذا الشكل، أوكي؟ هسا أجي أحدد هذا اللاين، أرفع على الأعلى عن طريق الموف، حيصل عندي هذا الشكل. أبتعد شوية،
أصغر الفوهة مالتي. أجي أشوف هنا شنو صار عندي. صارت عندي الحافة شوية حادة، أريدها تكون راوند أكثر، مستديرة أكثر. شوفوا هنا شلون الحافة انتقالة عدلة. شلون حسويها راوند أكثر سموث أكثر؟ عن طريق السب ديفيجن الزايدة. أشوف النتيجة مالتي حلوة أي حلوة. إذا اللي يسوي راوند أكثر سموث أكثر هو السب ديفيجن. دائما أتذكر إن الإديتر لازم يكون نفس الرندر، فلازم دائما أغيرهم يسوي حتى الأوتبوت مالتي يكون مشابه. هسه أجي من الأسفل أشوف أسوي له موديفيكيشن شوية على التورس. دائما شغلي على التورس مو على السب ديفيجن، لازم أتذكر هاي الشغلة. أختار النسلكت اللوب سيلكشن وأجي أحدد هذا اللاين، أجي أروح على الأعلى. صار عندي بهالشكل. هسه هذا الشكل أريد أسوي له سيمتري. شلون حسوي له سيمتري؟ من هنا أجيب السيمتري وأدخل السب ديفيجن مالتي كله داخل السيمتري، ما أدخل التورس فقط داخل السيمتري، السب ديفيجن كله داخل السيمتري. ليش؟ لأن إذا دخلت التورس بس للسيمتري راح يسوي لي سيمتري للشكل اللي بدون سب ديفيجن، راح يعني يسوي لي سيمتري على شكل مضلع مو سموذ وراوند أكثر. فدائما ويا السب ديفيجن أسوي له سيمتري. هسه ما ظهر لي الشكل الثاني، أسوي له الميرر أغيره إلى أن يظهر لي. أشوف الفيو إلى أن يطلع لي، طلع لي. أحدد واحد منهم وأبدأ أبعده. سوري يصير عندي كله أحدده وأبعده هالشكل. هسه أبتعد وأشوف شنو صار عندي. صار عندي هذا الشكل اللي هو يشبه اليويو، شنا العظيم شنا صار. ممكن يعني ممكن تشوفوا غير شكل. هسه أشوفه بالرندر هذا الشكل النهائي مالتي. هسه هذا البراكتس الأول. الكل قدروا يسووا هذا البراكتس مفهوم؟ تمام. أنتقل للبراكتس الثاني اللي هو كلش أسهل. أجي هسه استخدمنا السب ديفيجن والسيمتري ومسحنا خطوط. هسه أجي أسوي الشكل الثاني مالتي. أروح من ال 2D shapes أجيب ال insights أبقي سداسي. راح أجيب دوائرهم circles كبيرة، أسوي حجمها مناسب. أستنسخها. أول شيء أروح على move control press and hold وأحرك control press and hold وأحرك. هسه هاي الدوائر مالتي كلها اريد اسوي لها يونيون، اريد اجمعها كلها سوا بحيث الحدود الخارجيه مالتها تظل والداخل يروح. شلون سوينا هذا الشيء؟ حددناهم كلهم اول شيء كنترول سوري شيفت حتى احدد كل شيء. وش اسوي لها؟ يونيون عن طريق هذا الخيار وسبلن يونيون. وقت الحدود الخارجيه والداخليه راحت، اصغر حجمها. هسه اريد هاي الدوائر تمشي حوالين هذا الشكل المضلع وتطيح حجم. يا تول من التولات اللي استخدمناها سوت لي هذا الشيء، اللي يتذكر خلي يكتب لي. يا تول تعطيني حجم عن طريق اوبجكتات اثنين بحيث اوبجكت يمشي حوالين اوبجكت ثاني وينطيح حجم. واحدة من الاوبجكتات راح نسميها السكة والاوبجكت الثاني حنسميه العربة. دائما نتذكر انه السكة للاسفل اللي هي اريدها يمشي عليها الشغلة والعربة للأعلى. من يتذكر خلي يكتب لي بالمسجات. ما حد ما يتذكر؟ يلا على السريع. يلا أنا حقولكم. Option للسويب اللي هو جبناه منه. جبنا السويب. السكة اللي أريدها تمشي عليها للأسفل اللي هي insights والعربة اللي هي الدوائر للأعلى.
راح احددهم اثنيناتهم عن طريق الشيفت وادخلهم داخل السويب دائما سهم للاسفل. شوفوا شنو صار عندي الشكل، صار عندي هذا الشكل، الدوائر مشت حوالين الخط فصار عندي هذا الشكل. اريد الحواف تكون راوند اكثر، مو هيك حاده. منو مسؤول عن هذا الشيء؟ الان شيب. اجي اسوي افعل الراوندينج، اتفعلت الحواف مالته وصارت راوند اكثر. اجي على الرندر اشوف الاوتبوت مالتي شلون صار. هذا الاوتبوت مالتي. اوكي، هسه هذول البراكتس الاثنين اللي حناخذهم لليوم، نتوقف ونكمل المحاضره الجايه. اكو في سؤال معين؟ اكو احد ما فهم في شغله معينه خلال هاي المحاضره يسالني؟ شباب وبنات طريقه شرحي واضحه؟ اكو شيء دا يصير عندكم فد خلل ما تفهموه؟ تمام أسعد. الكل أريد تطبقون المحاضرة أول ما تنزل على اليوتيوب حتى لا تنسون الشرح، وأي واحد عنده أي سؤال حتى لو كان بسيط أو يشوفه تافه وترى مو تافه لازم يسأل حتى يتعلم. لو تسألني رأسا يونس حتى رأسا أوضح لك وين دا أدوس، وإن شاء الله أركز على هالشغلة بالمحاضرات الجاية أوضح لكم هالشي. هسا إحنا سوري معتز، بس يعني يا دوب لأن شو اسمه حتى أعطيكم أكبر مادة. تمام أوضح لكم بعد أكثر على هالشغلة. يعني معتز تطبق وياي ومتى تلحق تطبق؟ كلش اعتذر مرة ثانية، يعني اتمنى داخل المحاضرة من احنا دا نشرح اكتبوا لي حتى ابطأ اذا قدرت. تمام عاشت ايدكم. الكل يرسل لي كل شيء يطبقه، ياخذ له صور ويرسل لي على الخاص حتى اعرف منو اللي يتابع ومنو لا. تمام عاشت ايدكم، نتوقف لليوم ان شاء الله استفاديتوا، ومحاضرتنا الجايه 3/9. أتمنى ما حد ما يتأخر على المحاضرة. تمام مع السلامة، تصبحون على خير.